بس خلينا نرحب في البداية بباشمهندس شريف شفعي، مؤلف كتاب ذكرياتي مع الكرة وأشياء أخرى. صباح الخير، حلو الاسم على فكرة جدا. صباح الخير. أولا أنا طبعا بشكر قناة الأهلي على استضافتي وبشكر حضراتكم. طبعا الكتاب ده له قصة معايا، إن أنا يعني كان ليا فيديوهات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي وبوستات بكتب في الحاجات القديمة، بالذات الحاجات اللي فيها ذكريات وكده. الحمد لله يمكن ذاكرتي قوية شوية في الحاجات القديمة. الناس اتعودت إن لاعب كرة هو اللي يكتب أو حد متخصص يعني، إنما يمكن الجديد في الموضوع إن واحد من الجمهور، يعني واحد من الناس المتابعين، أنا بكتب كمواطن عادي خالص متابع يعني. أنا يمكن مواليد 1966، ابتديت أوعى على الدنيا والأحداث 1970 كده من صغري يعني، من يمكن وأنا عندي 4 سنين. فالكتاب واخد الفترة دي اللي هي من سنة 1970 لحد 1981 كجزء أول يعني. فأنا معتبر طبعا أنا بتكلم عن كل حاجة مرت بمجتمعنا وببلادنا في الفترة دي، لكن طبعا بما أن أنا في السن ده كنت بحب الكرة جدا، فالكرة هي الأساس يعني، الكرة هي الهيكل اللي بركب عليه كل ذكرياتي في الفترة دي.